السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا بعض التتبيلات ديال الدجاج، ومن بعد غادي نحتفظوا بهم في المجمد. ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو هذا، نتمنى انكم اذا كنتم باقي ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتركوا لي اعجاب فضلا وليس امرا بطبيعة الحال. اما هاد الوصفات هادو تيجيو رائعين في المذاق، نصحكم انكم تجربوهم وهكا يعني كنحتفظوا بهم في المجمد. اما بالنسبه يعني للناس اللي ما كتبغيش تحتفظ بهم في المجمد، يمكن لكم انكم تستعملوهم مباشره، ولكن من الضروري تخليوهم 24 ساعه في الثلاجه باش يتشربوا هذاك المذاق ديال التسبيله. هنايا قبل ما غادي نبداو هاد الوصفات هادو، غادي نحتاجوا هاد العويدات ديال الخشب، ونحتاجوا كذلك هذوك البلاستيك الغذائي. هنا في الوصفه الاولى غادي نحضروا الشاورما. كناخذ الدجاج وكنقطعوه شرائح رقيقه يعني كما هنا موضح في الفيديو. اما بالنسبه للتتبيله غادي نحتاجو هنايا نصف كأس ديال اللبن. يمكنكم تعوضوا اللبن بنصف الحب ديال الياغورت الطبيعي، 3 ديال المعالق ديال عصير الحامض، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الكمون، شوية ديال القزبر مطحون، جوج ورقات ديال الرند، وشوية ديال الملح. كنمروا كنخلطوا جميع العناصر مع الدجاج وكنغلفوهم بالفيلم اليمونتير وندخلوهم للثلاجة. كما كان سبق لي وذكرت لازم نخليوهم في الثلاجة 24 ساعة باش يتشربوا هذيك التتبيلة، او ليلة كاملة يعني بالقليلة خاصكم تخليوهم بحال ديروهم في الليل باش عاد ديروهم الغدا ليه. وصافي، هذه هي التتبيلة الاولى. كما لاحظتوا يعني سهلة وما فيهاش مكونات كثيرة. اما بالنسبه للوصفه الثانيه او التتبيله الثانيه، غادي تكون عباره عن القضبان. وهنايا غادي نستعملوا هاد الدجاج هذا اللي غادي نقطعوه مكعبات كما هو موضح هنايا في الفيديو. اما بالنسبه للتتبيله الثانيه، المقادير اللي غادي نحتاجو فيه هي زوج معالق كبار ديال السكر، زوج معالق كبار ديال الكيتشوب، زوج معالق كبار ديال صوص الصوجا، ثوم محكوك على حسب جوج تاع الريوس، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الملح. ومن بعد غادي نمرو باش نخلطو هاد جميع العناصر مع الدجاج ونغلفوهم بالفيلم اليمونتير والبلاستيك الغذائي وندخلوهم للثلاجه كذلك. اما هنايا في هذه الوصفه الثالثه هذه، غادي نقطعوا هذا الدجاج يعني واحد الشرائح اللي تكون شويه كبيره، لاننا ما غاديش نديرهم في القطبان هذو، غادي نخليهم هكا ونقليوهم كما هو موضح في الفيديو. هذه الشرائح كتكون يعني كبيره على بالنسبه للشرائح الاولى. اما بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم في التتبيله الثالثه يعني مقادير بسيطه، غادي يكون هنايا القشور ديال الحامض، معلقه كبيره ديال الخردل. هنا في التوابل عندي الكمون، عندي سكينجبير، عندي الخرقوم، عندي الفلفل الاسود، وعندي الملح.
ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت. الزيت ما غاديش ندير بزاف، كندير غير واحد شويه وصافي. كنخلط هاد العناصر كاملين، ومن بعد كندير لهم لو فيلم اليمونتير وندخلهم للثلاجه يرتاحوا لمده ديال 24 ساعه كذلك. وهنايا وصلنا للتتبيلة الرابعة. هنا قطعت الدجاج مكعبات لأنه كذلك غادي يكون على شكل بروشيت. فالتتبيلة غادي نحتاجو الفلفل الأسود، الملح، سكنجبير، الثوم محكوك، الكمون والكركم. غادي نحتاجو كذلك المعدنوس مفروم، وغادي نحتاج 2 معالق ديال الحامض، يعني حامضة كبيرة معصورة صافي. ومن بعد غادي نمرو باش نخلطو هاد التتبيله هادي. هادي يعني التتبيله العاديه المغربيه ديالنا. يمكن لكم تضيفوا كذلك الفلفل الاحمر الحلو، بابريكا، وصافي. وكنديروها في الفيلم الغذائي وكندخلوها للثلاجه ترتاح. وهنايا وصلنا للنهايه، يعني اخر وصفه هنايا. هنا عندي هاد الشرائح ديال الدجاج قطعتهم حتى هما كبار شويه. عندي شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الخرقوم. عندي ملعقة صغيرة ديال المطارد. هادو هما بالنسبة للتتبيلات. وغادي نحتاجو كذلك بيضة، شوية ديال الفرينة اي الدقيق الابيض، وشوية ديال الخبز المحمص المحكوك لا شابيور. هنا غادي نخلطو هادوك التوابل مع المطارد. هنا زدت شوية ديال الماء مع هداك المطارد لانه الماء كيكون كيبقى احسن من الزيت هنايا في التتبيلات. وكنضيف هذوك التوابل وكنحركهم. ومن بعد غادي نمر باش نبقى نغطس هاد صدور الدجاج في الدقيق. ضروري ما نغطسهم في الدقيق في البدايه باش ما يشربوناش الزيت بزاف من نبغاو نقليوهم. كنبقاو نغطسهم في الدقيق، ثم في البيض، ثم في الخبز المحمص. ومن بعد غادي نحطهم في واحد البلاطو حتى نكملوا الكميه كامله، وندخلوهم للمجمد حتى يجمدونا مزيان هكا، يعني حتى يجمدو مزيان هكا على ابلة. عاد غادي نديرهم في واحد البلاستيك. وكما لاحظتوا معايا يعني هنا هاد الوصفات هادو يعني ساهلين بزاف ماشي معقدين، ومن الاحسن هكا يكونوا يعني موجودين، حضروهم يعني على اتساع نهار اللي نبغيوهم نلقاوهم. اما بالنسبه للكفته انا صراحه ما كنجمدهاش يعني بها بالعطريه ديالها لانها كيقولوا يعني ماشي صحيه، لهذا نفضل انني كنخليها يعني هكاك طبيعيه. من نبغي نخدم بها تنجبدها عاد ندير لها هذيك العطريه ديالها وصافي. الكفته يعني سهله، ما غاديش نحتاجو عاد نقطعوها ولا شي حاجه، يعني موجوده في السعر وصافي. يعني الواحد يتجنب يعني هذا التجميد هذا من الاحسن الواحد يعني يتجنبه من ما يكونش من يكونوا فيه اضرار. الواحد يحتاجو هكا مره مره وصافي. وبحال هذه بالنسبه لهذه يعني كتكون هكا موجودين. وننصحكم انكم تجربوهم، لان هذيك التتبيله من كتبقى فيه واحد المده هذاك الدجاج كيجي رطب وزوين. ننصحكم انكم فعلا تجربوهم وصافي. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. وكما لاحظتوا هنا معايا درت هاد الدجاج هذاك درته في البروشيت وعاد دخلته للمجمد. وانا غادي نضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.